يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الردة قبل الدخول بالمرأة تفسخ العقد ويجب تجديده؟ هل الردة قبل الدخول بالمرأة تفسخ العقد فيجب تجديده؟ نعم، إذا ارتد والعياذ بالله انفسخت زوجته ووجبت استتابته، فإن تاب وهي في العدة ترجع إليه، إن تاب وهي في العدة ترجع إليه، وإن خرجت العدة ولم يتوب فإنها تدين منه. نعم.